انتقلنا بكم إلى أعالي ولاية البليدة وبالضبط بلدية مفتاح، أين تقع الكتيبة 90 للشرطة العسكرية للناحية العسكرية الأولى. نتواجد اليوم بوحدة من وحدات النخبة للجيش الوطني الشعبي، إنها الكتيبة 90 للشرطة العسكرية، جاهزية دائمة وتحضير قتالي مستمر لأفراد هذه الوحدة وتفاني منقطع النظير في خدمة هذا الوطن. سننقل لكم يوما من يوميات الشهر العظيم في هذه الوحدة العملياتية. يستهل أفراد الكتيبة يومهم بحصة تدريبية بالذخيرة الحية وبمختلف الأسلحة، تركيز عال، فعالية وخبرة في إصابة الأهداف. تواصل الكتيبة 90 شرطة عسكرية على غرار جميع وحدات الجيش الوطني الشعبي بتطبيق البرنامج المسطر من طرف القيادة العليا ضمن توجيهها السنوية للتحضير القتالي 2019-2020 خلال شهر رمضان المعظم، وهذا للوصول والمحافظة على درجة استعداد قصوى لجميع القوات بهدف زرع الأمان والطمأنينة لدى المواطنين. يوم كسائر الأيام، نفس العزيمة نفس النشاط يتحلى به أفراد الكتيبة في شهر رمضان المعظم، شهر يعلمهم الصبر والمثابرة مما يزيدهم إيمانا وعزما على أداء مهامهم المنوطة بهم. يعتمد أفراد الكتيبة للحفاظ على مستوى عال من الجاهزية القتالية على تنفيذ تمارين تحاكي واقع مهامهم الميدانية، ففي هذه اللحظات ينفذ أفراد الكتيبة تمرينا بيانيا لمداهمة منزل معزول وسط منطقة غابية، حيث يقومون بتمشيط الغابة وتأمين المسار للتقدم باتجاه المنزل المشبوه. ولأن اللياقة البدنية العالية تعد من أهم مميزات الفرد المقاتل في القوات الخاصة، فالقيام بالمسير في شهر الصيام يضع هؤلاء الأفراد أمام تحدي صعوبات إضافية تصقل فيهم قوة التحمل والعزيمة وتدفعهم إلى تجاوز مرحلة الإحساس بالتعب. خلال معايشتنا ليوميات أفراد هذه الوحدة من وحدات الجيش الوطني الشعبي، لفت انتباهنا الالتزام الكبير بالمهام القتالية الموكلة لها، التزام عكسه الانتشار الميداني لعدة نقاط الملاحظة التابعة للكتيبة، والتي لها الدور الكبير والفعال في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة من كل تهديدات بقايا الجماعات الإرهابية التي تستغل هذا الشهر الفضيل لتنفيذ عملياتها الإرهابية الجبانة. خلال شهر رمضان المعظم تقوم كتيبتنا بالقيام بالمهام القتالية ليلا ونهارا ومضاعفة الجهود، وهذا لحماية وتوفير الأمن للمواطن وأهالي المنطقة. فصيلة الكوكسول هي الأخرى تنفذ دوريا تمارينا في الفنون القتالية،
يقوم خلالها الأفراد بتحسين أدائهم والعمل على التنسيق فيما بينهم للخروج بعروض مميزة يطبعها التحكم والإتقان في التنفيذ. إن كتيبة 90 للشرطة العسكرية هي إحدى الوحدات المقحمة في مكافحة الإرهاب بالناحية العسكرية الأولى، كما كانت لكم الفرصة لحضور معنا يوم من أيام الشهر الفضيل، حيث يتواصل في هذا الشهر تنفيذ برنامج التدريب والتحضير القتالي، ويواصل أفراد الكتيبة تنفيذ المهام القتالية المسندة، وذلك حفاظا على أمن المواطن وسلامة ممتلكاته. بعد يوم كامل قضاه هؤلاء الرجال في التدريب والتنفيذ العديد من المهام الموكلة إليهم، يلتقون في هذه اللحظات على طاولة الإفطار في أجواء رمضانية وعائلية مميزة. إخلاصهم للوطن وشرف انتمائهم للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني هو النور الذي يضيء أبصارهم عند تنفيذهم لمهامهم القتالية الليلية. أفراد تهون نفوسهم من أجل الوطن والذود عن حرمته ليعيشوا بشرف ويحيى الوطن. قضينا يوما كاملا مع أفراد الكتيبة 90 للشرطة العسكرية، وسنتركهم الآن يزاولون مهامهم القتالية الليلية بكل عزم وإخلاص، لأن غايتهم الأولى والأخيرة هي خدمة الوطن.